أحبابي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع مادة اللغة العربية. اليوم مع المهارة الأهم في اللغة العربية، وهي مهارة الكتابة. تناولنا مهارة الاستماع ومهارة التحدث ومهارة القراءة، واليوم جاء دور المهارة الأساسية التي نتعلم من أجلها، وهي كيف نكتب وأهمية الكتابة في حياتنا. وكما نعلم وكما تعودنا، اللغة العربية تتكون من 4 مهارات رئيسة: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. ما رأيكم لو انطلقنا في رحلتنا اليوم مع اللافتة المصورة؟ ولكن أصدقائي، كما تعودنا دائما، يجب أن نعرف ماذا سنتعلم اليوم. ما رأيكم أن نعرض لأهداف لقائنا اليوم حتى نستطيع أن ندرك ماذا سنتعلم مع مهارة الكتابة؟ بعد الانتهاء من الدرس يكون التلميذ قادرا على أن، أولا، سوف يستطيع كل منكم كتابة لافتة مصورة معبرة، يكتب جملا كاملة مستخدما علامات الترقيم، يستخدم قواعد اللغة في الكتابة، يحدد العبارات المناسبة للسياق في النص. كل هذه الأفكار أو كل هذه الأهداف أو كل هذا ما سنتعلمه في لقائنا اليوم، لقاء الكتابة. سوف نجري أولا نشاطا سهلا وبسيط لنعرف كيف ننطلق مع اللافتة المصورة. نقول مثلا: أكمل اللافتة ثم أجب، أغسل قبل تناول الطعام على صحتك، أغسل قبل تناول الطعام على صحتك. إذا أردنا أن نكمل هذه الجملة، نريد شيئا يساعدنا على كتابة هذه الجملة. من أهم الأشياء التي سوف تساعدك على ذلك قراءة الصورة. قراءة الصورة، إذن يجب أن نقرأ الصورة جيدا حتى نستطيع كتابة هذه الجملة. لو نظرنا إلى الصورة، نجد أن أحد أصدقائي يقوم بغسل يديه، وذلك ما نفعله دائما قبل وبعد الطعام. أحسنتم جيدا. إذا ماذا نقول وكيف نكمل هذه الجملة؟ أغسل يديك قبل تناول الطعام حفاظا على صحتك، أو للحفاظ على صحتك. اللام في هذه الكلمة تسمى لام التعليل، التي تبين لنا سبب غسل اليدين. فاللام في كلمة للحفاظ تسمى لام التعليل. إذا بدأنا هذه الجملة فعل أمر، وهذا الأمر إما أن يحثنا على فعل شيء أو ينهينا عن فعل شيء، أو يحذرنا من شيء معين، أو يحفزنا لأداء عمل معين. في هذه الجملة أو في هذه اللافتة يحفزنا
ويدفعنا دائما لغسل اليدين قبل تناول الطعام للحفاظ على صحتنا. أيضا نقول استخدم أدوات الطعام بك منعا لي. لا نستطيع إكمال هذه الجملة إلا إذا كان هناك شيئا يساعدنا. ما الشيء الموجود هنا؟ هذه الصورة. إذن يقول لي ما هذه الأدوات؟ إنها أدوات الطعام الخاصة بي والتي لا يمكن أن يستخدمها أحدا غيري. فنقول استخدم أدوات الطعام الخاصة بك، وذلك منعا للعدوى. هنا وضعنا بعد بك فاصلة منقوطة. هذه الفاصلة كما قلنا قبل ذلك نستخدمها لبيان سبب الجملة التي تسبقها. فأستخدم أدوات الطعام الخاصة بي فاصلة منقوطة، نوضح السبب، منعا للعدوى. اللام التي قبل كلمة العدوى هنا، هذه اللام لام جر، حرفا من حروف الجر وليست لام التعليل. إذن كل لافتة من هذه اللافتات كان هناك صورة تساعدنا على قراءة هذه الجملة وإكمالها، وأوضحنا أن هذه الجمل تبدأ دائما إما بفعل للأمر أو للنهي. دائما نستخدم بها علامات الترقيم. يجب أن نضع في الجمل المستخدمة كلمات مناسبة تساعد على قراءة الصورة وتوضيح الغرض منها، ولا ننسى اختيار الكلمات وتوظيف كما قلنا علامات الترقيم. إذن اللافتة أولا يجب أن تحتوي على فعل أمر أو لا الناهية، إما أن تبدأ بفعل للأمر أو تبدأ بلا الناهية، وذلك كما قلنا لدفعك على فعل أمر معين أو حثك على الالتزام به أو نهيك عن عمل فعل معين والابتعاد عنه. كذلك يجب أن نختار الكلمات المناسبة التي توضح وتعبر عن الصورة التي جئنا بها. أيضا لا ننسى أن كل جملة يجب أن تنتهي بنقطة لتوضح أن المعنى قد اكتمل عند هذه النقطة. ولا ننسى دائما أنه يجب اختيار الكلمات المناسبة وتوظيف علامات الترقيم سواء الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة أو نقطة نهاية الجملة. إذن هذه هي مكونات اللافتة أو ما يجب علينا الالتزام به عند كتابة لافتة على صورة معينة أو جملة لتوضح قراءة صورة معينة. لو أردنا أن نعرف اللافتة المصورة ماذا نقول أصدقائي؟ هل اللافتة المصورة هي أن نقرأ الصورة ونكتب عبارة لا توضح معناها؟ هل اللافتة المصورة يجب أن تحتوي على كلمات غير مناسبة؟ هيا بنا نقول اللافتة المصورة
هي جملة أو عبارة مختصة ترشد أو تحفز أو تحذر أو تنبه على شيء معين. كما قلنا، هذه الجملة أو العبارة دائما وأبدا تبدأ بالفعل الأمر أو لا الناهية. ما الذي يجب الالتزام به عند كتابة اللافتة؟ نقول قواعد كتابة اللافتة المصورة: أولا، تبدأ اللافتة بفعل أمر أو أسلوب نهي. من الممكن وضع اللافتة داخل إطار حتى نميز هذه العبارة عن غيرها. وضع صورة تعبر عن مضمون اللافتة. إذن يجب أن نقرأ الصورة جيدا قبل أن نكتب العبارة، أو نختار صورة معبرة للجملة التي قمت بكتابتها. إذن من الممكن كتابة الجملة أولا ثم نختار لها الصورة المعبرة، أو نأتي بالصورة ثم نكتب العبارة التي تعبر عن كيفية قراءتنا لهذه الصورة. أيضا لا ننسى الكلمات المناسبة والمعبرة عن المعنى المقصود من اللافتة. أيضا أحبابي، يجب ألا ننسى علامات الترقيم من الفاصلة المنقوطة والنقطة والفاصلة. علامات الترقيم لها دور مهم جدا في فهم معنى اللافتة. ما رأيكم لو أردنا مثلا أن نتعرف على خطوات غسل اليدين، ولكن عن طريق صورة وعبارة؟ صورة وعبارة توضح معنى هذه الصورة، أو عبارة وصورة تبين ما تحتويه هذه العبارة أو الجملة. كل هذا كما قلنا هو اللافتة المصورة. هيا بنا نجري هذا النشاط. اكتب لافتة مصورة عن خطوات غسل اليدين. سوف أعرض لكم الصورة أولا، ونريد أن نكتب جملة. وكما قلنا، الجملة إما أن تبدأ، أحسنتم جميعا أصدقائي، إما أن تبدأ بفعل للأمر أو بارك الله فيكم لا الناهية. هيا بنا. أحسنتم، رغل يدينا بالصابون. رغل يدينا بالصابون. ماذا نفعل في هذه الصورة؟ أو ماذا يفعل صديقي في هذه الصورة؟ نريد أن نأمره بفعل أمر معين، أو ننهيه عن فعل عمل معين. نعم أحسنتم، ادعك باطن اليدين. أخذنا هذه الخطوات أثناء جائحة كورونا، وتعودنا على كيفية غسل اليدين جيدا للحفاظ على صحتنا. هيا بنا نكمل الخطوات. نعم أرى صديقي يقول: تذكرت، لا تنسى بين الأصابع. لا تنسى بين الأصابع. نعم صديقتي تقول: أفرك خلف الأصابع. أفرك خلف الأصابع. أحسنتم أصدقائي. نعم
لا تنسى الأظافر أيضا، لا تنسى الأظافر أيضا. نعم، الإصبع الأكبر، لا تنسى الإصبع الأكبر. ماذا يفعل؟ نعم، اشطف يديك، اشطف يديك. وفي النهاية استخدم المنشفة أو استخدم المناديل. إذن أصدقائي، قمنا بكتابة خطوات غسل اليدين، ولكن عن طريق لافتة مصورة بأفعال للأمر أو أفعال للنهي، سواء بالحث على فعل أمر معين أو عدم نسيان أمر معين عند غسل اليدين. إذن من الممكن أن نكتب لافتات مصورة عن أشياء كثيرة، ولكن أصدقائي، قبل أن نكتب اللافتة يجب أن نتذكر أولاً ماذا نريد أن نكتب؟ ما أهمية هذه اللافتة؟ لماذا نريد أن نكتب اللافتة المصورة؟ الصورة التي سوف تساعدنا عند كتابة هذه اللافتة؟ اختيار الكلمات التي سوف نكتبها في اللافتة المصورة، أي في العبارة أو في الجملة، ويجب أن تكون هذه الكلمات أو المفردات مناسبة وملائمة للصورة التي قمت باختيارها. وفي النهاية لا تنسى صديقي علامات الترقيم والكلمات الصحيحة اللغوية المناسبة للغرض من الصورة والغرض من اللافتة. ما رأيكم أصدقائي لو أخذنا أنفسنا وانتقلنا من محطة اللافتة المصورة إلى محطة أداء أنشطة معينة لتبين لنا مدى فهمنا إما للأنشطة، إما للافتة المصورة، أو للعبارات والجمل اللغوية الصحيحة؟ هيا بنا أصدقائي، أكمل بكلمات مناسبة مما يلي: العدوى، الشخصية، المنشفة، حيرة، المناديل. هذه 5 كلمات، كل كلمة منها سوف نستخدمها في موضع يوضح معناها ويميز كيف أننا وظفنا هذه المفردة لتكمل معنى معين. هيا بنا، من منكم يستطيع أن يقرأ هذه الفقرة؟ نقرأ في صمت حتى نرى هل منكم من فهم هذه الفقرة بغير وجود هذه الكلمات أم لا؟ أعتقد أنكم قرأتم، ولكن عند قراءتكم لا تستطيعون فهم كل المعنى المقصود من هذه الفقرة. ولماذا؟ لأن بها بعض الكلمات غير الموجودة. نريد أن نستخدم هذه الكلمات لفهم وتكملة معنى هذه الفقرة وفهم الفكرة الرئيسية لها. هيا بنا. ذهبت في رحلة مع فريق الكشافة، وعند الوصول دخلت الخيمة لأرتب أغراضي، وفوجئت بأنني قد نسيت، أحسنتم أصدقائي، المنشفة. فوقفت في من أمري
فوقفت في نعم حيرة من أمري، وسألت صديقي فقال لي إنها من الأدوات، أحسنتم جميعا، الشخصية التي لا يمكن أن نتشارك فيها لعدم انتقال، أحسنتم، العدوى، واللام في كلمة لعدم. نعم أرى أحد أصدقائي قد كتب لام للتعليل، أحسنت يا صديقي، لعدم انتقال العدوى. فاستعملت، نعم أحسنتم جميعا، المناديل، وتعلمت من يومها أن أرتب حقيبتي باهتمام حتى لا أنسى أدواتي مرة أخرى. أحسنتم جميعا، إذا استطعنا توظيف الكلمات أو المفردات في مكانها المناسب حتى نفهم معنى الفقرة المكتوبة. هيا بنا ننطلق إلى نشاط آخر، ولكن هذه المرة أكمل بفعل مناسب. لا قبل أن تغسل يديك، ماذا نفعل؟ نريد أن نغسل أيدينا، ولكن قبل، إذن ماذا نقول؟ أحسنتم جميعا، لا تأكل قبل أن تغسل يديك. لا الأزهار من الحديقة. لا تقطف الأزهار من الحديقة، وإن كانت بنت لا تقطف الأزهار من الحديقة. واجباتك، ماذا نقول؟ أحسنتم جميعا، لا تهمل واجبات الطريق، والإشارة حمراء، الطريق والإشارة حمراء. صديقي يشير إلينا ويقول لنا نعم لا تعبر الطريق والإشارة حمراء. صلاتك، صلاتك، ماذا يريد منا؟ نعم ألا نترك صلاتنا، لا تترك صلاتك. أحسنتم جميعا أصدقائي، وكل هذه عبارة عن لافتة مصورة، جئنا بالصورة ووضعنا الجملة المناسبة والفعل المناسب الذي يساعدنا على إتمام معنى اللافتة المصورة. هيا بنا أصدقائي ندخل سويا إلى نشاط آخر، ونرى كيف نوظف المفردات اللغوية. أكمل النشيد. تناولنا هذا النشيد، نعم صحتنا سر سعادتنا. هيا بنا، من منكم يستطيع أن يكمل؟ يا صاحي، نعم أحسنتم، تمهل لا تعجل، إني موصيك فلا ترحل. صحتنا، أرى منكم أنكم جميعا تقولون معي سر سعادتنا بنظافتنا نصبح أفضل أو تصبح أفضل، وصحيح الجسم هو الأقوى، ونظيف الوجه هو الأجمل. أحسنتم جميعا، جميعكم تقولون معي النشيد.
هيا بنا أكمل معنى كلمة صاحي. يا صاحي، نعم صاحبي أو صديقي أو رفيقي. مضاد كلمة ترحل، مضاد كلمة ترحل، ترحل بمعنى تمشي أو تذهب بعيدا، مضادها نعم أحسنتم تبقى أو تمكث أو تستمر في البقاء أو لا تذهب. جمع الجسم، جمع الجسم الأجسام، أحسنتم جميعا. الأسلوب، جمع كلمة الأسلوب، نعم بارك الله فيكم جميعا، جمع كلمة الأسلوب الأساليب. من منكم يتذكر عنوان هذا النشيد؟ أحسنتم جميعا، صحتنا سر سعادتنا، صحتنا سر سعادتنا. هيا بنا نكمل ونرى كيف أن كل منكم أصبح لديه مهارة في توظيف المفردات اللغوية بشكل صحيح. اقرأ ثم أجب. نقرأ أولا، سوف أترك لكم دقيقة لتستطيعوا قراءة هذه الفقرة البسيطة. نقرأ بتأنٍ وتمهل حتى نستطيع فهم المعنى المقصود من القراءة. هيا نقرأ سويا. وضعت هندو كتابها المفضل الذي به صور عن الحياة البحرية لتتعرفها، والقليل من أدوات البحر التي تحتاجها في اللعب، وكذلك بعض الملابس التي تناسب حرارة الجو. قرأنا الفقرة، هيا بنا استخرج لاما للتعليل. وكما قلنا أن لام التعليل نستخدمها لتوضيح أو لبيان سبب كتابة جملة معينة أو فعل أمر معين. أحسنتم جميعا، لام التعليل في كلمة لتتعرفها، أحسنتم جميعا. لاما شمسية، اللام الشمسية هي التي تكتب ولا تنطق، هي التي يأتي بعدها حرفا مشدد. بارك الله فيكم جميعا، أرى صديقي قد كتب كلمة اللعب، اللام من الحروف الشمسية. أكمل، جمع كلمة كتاب، نعم صديقتي كتبت كتب، أحسنتي. مفرد أدوات، نعم أرى أصدقاء قد كتب أداة، أداة. مضاد القليل، أحسنتم جميعا، القليل الكثير. وضعت هند في حقيبتها، إذا فهمنا ما قرأنا سوف نجيب على هذه الجملة أو هذا التعبير. وضعت هند في حقيبتها، نعم كتابها المفضل، أحسنتم جميعا. أرى أننا في لقائنا اليوم استطعنا أن نتعلم ما هي اللافتة المصورة، كيف نكتب لافتة مصورة، ما أهم الأشياء التي يجب أن نلتزم بها عند كتابة هذه اللافتة،
أيضا تعلمنا كيف نوظف بعض اللغويات وذلك عن طريق القراءة الصحيحة حتى نستطيع أن نكتب كتابة صحيحة. سوف أترك لكم نشاطا نجريه في البيت سويا. اكتب لافتة مصورة عن خطوات غسل الأسنان. سوف أضع لكم الصور لتساعدكم على كتابة هذه اللافتات الخاصة بخطوات غسل الأسنان. هذه الصور ليست مرتبة، فكل منا يرتب هذه الصور ويضع الجملة المناسبة لها والمعبرة عن الصورة لنستطيع كتابة لافتة مصورة عن خطوات غسل الأسنان. أصدقائي، وصلنا سريعا إلى نهاية هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم في لقائنا القادم إن شاء الرحمن. كان معكم إبراهيم سليمان المصري، مع تمنياتنا بالتوفيق، منصة البث المباشر، الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، على أمل بلقاء جديد.